برحب بحضراتكم في متابعة حية لانتخابات رئاسية جديدة في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد، تجسد بداية لصفحة جديدة في حكاية وطن قوي صامد أبي، وكفاح شعب بيقف خلف بلده في كل الاستحقاقات وفي كل المحن والأزمات. هدف واحد هو حماية مصر واستكمال نهضتها والحفاظ على مقدرات وطنه. بما لا شك فيه أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإدلاء بصوتك واجب وطني وديني، ولكن ليس المهم لمن تعطي هذا الصوت. هناك 4 مرشحين، ولن أقول لك من تنتخب منهم، ولكن المهم إعطاء صوتك لمن تقتنع برؤيته وسياساته وأيضاً قدرته على تنفيذها. دعونا نتابع هذه الانتخابات الرئاسية بكل موضوعية، وأيضاً نتناولها بالتحليل في كل جوانبها. عزيزي المواطن، انزل وإدلي بصوتك دفاعاً عن الوطن ودفاعاً عن الموقف الوطني الذي تواجهه مصر الآن والتحدي الذي يستهدفها من خلال الحرب التي تجري على حدودنا. موقفنا جميعاً هو الذي سيؤكد هذا الموقف الشجاع الذي تمثله مصر. بدعوا كل الناس إنها تنزل وتشارك في الانتخابات وتسمعنا صوتها، وبالذات الشباب اللي لسه تابعين السن القانوني، ودي هتكون أول مرة ليهم إن هم يشاركوا في انتخابات. صوتك أمانة وصوتك واجب وصوتك حق لك، حق كفله لك الدستور، واجب عليك أن تساهم وتشارك في اختيار مستقبل مصر. لازم نصنع المستقبل بأيدينا، لابد إنك تعبر عن وجهة نظرك، تختار ما تريد أن تختاره، ولكن ذهابك إلى صندوق الاقتراع ومشاركتك الإيجابية في الانتخابات هذا واجب وطني وقومي عليك. توجه في أي وقت يناسبك خلال 3 أيام للمشاركة بكل حرية وبدون أي تأثير، إن احنا نشترك جميعا في جعل مصر أفضل وأحلى ومستقبل أفضل لينا وللأجيال القادمة بعدينا بإذن الله. مارس حقك الدستوري وانزل شارك، انزل شارك واختار بكل حرية الانتخابات الرئاسية. أنا بدعو الشعب المصري عن بكرة أبيه إنه ينزل للمشاركة وليختار من يشاء من المرشحين الأربعة وفق رؤيته العامة، وفق توجهاته السياسية، وفق انحيازاته الاجتماعية، بعد ما يكون درس خبرات وتاريخ ورؤى وأهداف وبرامج المرشحين الأربعة. إن شاء الله هننزل كلنا، وأنا متأكد إن كل مصري عارف إن صوته واجب وصوته أيضا أمانة، ومصر لما بتنادي ولادها بيلبوا النداء. هننزل ونشارك ونختار رئيس بلدنا ونختار مستقبل أولادنا، وأهم حاجة المشاركة، وإن شاء الله كل الخير لبلادنا، كل الخير لمصر.